المدير في مصر والعالم بيبقى شخص في اوقات كتير اقل منك خبره وكفاءه وفهم للشغل، بس هو امه دعت له انها تشوفه مدير قد الدنيا وامه دعوتها مستجابه. المدير ده عشان يكون مدير كويس لازم يكون شخص سوي عشان ما يسرقش شغلك ومجهودك ويكافئك عليه، ولازم تكون حياته الشخصيه مستقره او على الاقل عنده القدره بالتظاهر على ده او الفصل ما بين حياته والشغل عشان ما ينكتش عليك ويكسر مقاديفك ويحبطك. وفي مديرين فعلا ناس محترمه وبتفهم، وهم حوالي 9 في مصر. لو مديرك واحد منهم اسجد لله وروح بوسه من بقه. باقي المديرين في مصر بتبقى بتحلم باليوم اللي هتسمع فيه خبر العثور على جثتهم في ترعه الاسماعيليه. ودول اشهر انواع المديرين والسوبرفايزرز اللي هتقابلهم في حياتك. في المتقشف، يا جماعه مش هنجيب شاي وسكر ونسكافيه تاني في الكيتشن، كله يجيب من بيته. وفي الواطي، لا بتبقى شغال معاه في الشركه 5 سنين واكل شارب نايم معاه وبيتلخبط في اسمك، بس حافظ اسامي البنات اللي بيعملوا تريننج في الشركه بقالهم يومين. سلمى جت منا فين؟ شيماء عامله ايه مع خطيبك؟ في المسايكب، كله هيكون متراقب الفتره الجايه عشان الشركه التانيه زرعه هنا جواسيس. البي ام اسنج تفاداها باي ثمن، يعني العمل مش هيتعطل ولا حاجه. مش هيتعطل يعني ايه؟ انت اللي اديت العمال اجازه. كوبايه بلاستيك، فين المج بتاعي؟ اللي مظبط مع نرمين، ما تيجي نقعد مع بعض شويه في مكان غير الشركه. طيب اوكي يلا. نرمين ممكن اشوفك في المكتب عندي؟ ودايما رضوى خدمات والامبيجوس اللي جاي بيظهروا هنا تاني. اشمعنى يعني نرمين اللي هيشوفها في مكتبه؟ المتحرشه. يا ابني يا حبيبي مكتبك هناك. ايه اخبار الميتنج بتاع شال؟ والمحبطه جنسيا. مفيش حد هيروح غير لما تخلصي البرزنتيشن، وانا بقى قاعده معاكو ما عنديش حاجه في البيت. والمحبط جنسيا. وائل واشرف هيطلعوا المأمورية ومي هتقعد معايا في المكتب عشان نراجع ميزانيه 2010. في العصبي، وده غالبا بيبقى ليه علاقه برضو بالاحباط الجنسي. صباح الفل، صباحك زفت، صباحك هباه، صباحك اتران، امشي على مكتبك. ممكن افهم ليه محدش بيملى تايم شيت؟ انا محتاج اقول الكلام ده كام مره؟ ميرسي. الفريندلي، الحبوب، الراشق، بحبكم كلكم كلكم اموات. انا سمعت ان انتوا رايحين السخنه، مين عايز يركب معايا؟ انتوا بتقولوا ان مريم سخنه. في البهيم، ريهام ممكن تسيبي اللي في ايدك وتعملي حاجه ملهاش لازمه؟ عاشق الخوازيق، هي ريهام اتصرفت من دماغها بدون اي توجيهات مني. الزنان، باشا 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 باشا. شام خد الفايل ده اشتغل عليه. خلصت خلصت خلصت، فاضل لك قد ايه؟ خلصت. التنك بره. حضرتك خبطت قبل ما تدخل؟ اتفضل اطلع بره. والكليشيه، انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ يا جماعه لو كل واحد فينا حب الشركه دي بجد هنبقى في حته تانية، اقسم لكم. كفايه بس احساسنا ان احنا بنعمل اللي علينا. اللي مراته منكده عليه والنسوانجي. كلنا نسقف لساره على مجهودها العظيم ونقول لها مبروك على الترقيه وعلى المكتب الجديد. ايه يا ساره؟ مش هنزفر المكتب الجديد ولا ايه؟ المجروحه، ليه اديتني كل حاجه؟ وفي لحظه خدت كل حاجه. انا ممكن اتوقعها من شريف، من رامي، لكن ما كنتش اتوقعها منك انت. اتفضل على مكتبك، ارجوك مفيش داعي للكلام. والنتن، ليه التبذير بتاعك ده قلب؟ يلا في داهيه، يلا يلا بقى، خليك غرقان في خسارتك، هسيب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. للاسف الشركه ظروفها دلوقتي ما تستحملش اي زيادات في المرتب او علاوات. حد يجيب لي السيجار بتاعي وطلعوني مرسيدس من جراج. اللي معلق لك الجزره، اسمع بقى يا خايب يا عايب، الاسبوع ده كله تنزل شيفت بالليل. ايه المشكله لما تشتغل نايت شيفت شهرين ورا بعض؟ انت ناسي ان في ابريزل جاي الشهر الجاي ولا ايه؟ وفي اللي اشتغاله. معلش يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا، كل واحد يقفلوا موبايلكم كلكم الا انا. احنا كلنا هنا عيله واحده يا جماعه، كلنا عيله واحده. يلا اطلعوا بره بقى عشان طالب سوشي. والمجنون، انا اللي قلت لك تكتب الاوفر كده. اكيد انت مش مركز. وفي الحاضر الغائب، وده غالبا بيجي الشغل الساعه 1 2 ومش بيهمه الافعال ولا نتائج. انت فاكر يعني هقعد افر كل حاجه في البلد يعني؟ يا راجل كبر مخك. مساء الخير، ايه اخبار الشغل؟ هايل هايل هايل، برافو يا جماعه، شدوا حيلكم. وفي ريهام سعيد، وده غالبا هيحرص انه يقدرك وسط زمايلك ويخلي شكلك قدامهم كلوت. انا جاي اقول لك كلمه واحده، انك حيوان. انت عارف الميل اللي انت اخرته ده خسر الشركه قد ايه؟ انت ندمان على اللي انت عملته ده؟ انت حيوان. وبكده نبقى غطينا اغلب الكائنات اللي هتقابلها في حياتك المهنيه. لو مش عاجبك الشغل ما تقرفش غيرك، يا تشوف غيره يا تسكت. لو مش عارف تلاقي غيره فالمشكله فيك انت،
مش في الشغل. لو كل الموظفين بتوعك بيكرهوك فعلا فانت فعلا مدير مش كويس، طالما في اجماع على ده محدش بيتلكك لك. شوف انت بتعمل ايه بيكره الناس فيه. والموظف الكويس بيبان وبيبقى معروف انه كويس، والمدير الكويس بيبان وبيبقى معروف انه كويس. والحمد لله انا كان حظي حلو واشتغلت مع مديرين كويسين كتير، وعايز اشكرهم حتى بعد ما سبت الشغل بسنين. اخليك فاكر ان المدير كويس الناس بتسيب الشغل وبتبقى عايز تشكره. يلا